عشان نتعرف مع بعض على حالة الطقس لمدة أسبوع. الأسبوع القادم ماذا يحمل لنا الطقس؟ يا رب يحمل لنا كل الخير. محمد الشاكر معاك الكاميرا وزميلنا والمدير التنفيذي لموقع طقس العرب مع النشر الأسبوعية. خليكم معنا. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم بهذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنتحدث بها عن هذا الأسبوع. تقريبا هو الأسبوع الأول من شهر شباط فبراير، تقريبا هو آخر أشهر الشتاء، يعني يقع في خمسينية الشتاء ويقع هذا الشهر في نهايات فصل الشتاء، لكنه شهرا يتميز بالتقلب الشديد في الأجواء والاختلاف ما بين يوم وآخر، تكثر به العواصف الثلجية وتكثر به أيضا الارتفاعات على درجات الحرارة. هذا الأسبوع أيضا ينتظرنا أسبوع متقلب بشكل عام، هناك توقعات بأجواء مستقرة مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أيام هذا الأسبوع، لكن مع انقلاب تام في الأجواء وتأثيرات تحالة من عدم الاستقرار الجوي قوية الطابع يومي الخميس والجمعة. نستعرض معكم توقعات الأحوال الجوية يوما بيوم، وسنبدأها بتوقعات يوم الأحد الذي يتوقع اليوم أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة تقريبا حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. تظهر كميات من السحب والغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع فرص لأن تحظى بعض الأطراف وأقصى الأطراف الشمالية من المملكة بزخات يعني محدودة من أمطار في تلك المناطق. بشكل عام درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية مثلا العقبة مرتفعة ومعتدلة بشكل عام، تكون في العاصمة عمان درجة حرارة 12 إلى 7، إربد 14 8، 12 6 في الجبال الجنوبية، 15 6 في إمعان، 17 إلى 6 في رويشد، و 24 25 تقريبا العظمى في خليج العقبة، والصغرى 18 درجة مئوية. ارتفاع آخر على درجات الحرارة متوقع يوم الاثنين، كما تلاحظون الأجواء تصبح مشمسة مستقرة في أغلب ومختلف مناطق المملكة، لكن درجات الحرارة ترتفع بشكل لافت في المنطقة الجنوبية، تقترب من 30 درجة مئوية في مدينة العقبة، تكون العظمى 29 والصغرى 21، 18 إلى 7 في معان، 15 إلى 10 في جبال الشرى، و14 إلى 9 في العاصمة عمان، 17 إلى 9 في إربد، ومن 19 إلى 8 في أرويشد، والأجواء مشمسة مستقرة مع هبوب أحيانا من رياح، عندما تهب هذه الرياح يزيد الإحساس أو تزيد الإحساس بالبرودة بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء ارتفاع قليل آخر متوقع على درجات الحرارة، أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، ظهور لبعض السحب والغيوم، تصل العظمى في العاصمة عمان 15 إلى 11، إربد 16 إلى 11، جبال الشرى 16 إلى 9، 20 إلى 10 في معان، و20 إلى 11 في أرويشد، وتبقى مرتفعة درجة الحرارة في العقبة 29 درجة مئوية في العقبة في ساعات النهار، والصغرى 20 درجة مئوية. تبقى هناك فرصة لرياح نشطة أحيانا تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل عام. يوم الأربعاء يتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة عموما، أعلى هي من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ظهور لكميات من السحب والغيوم في مناطق عدة من المملكة، ولا تغييرات كبيرة على درجات الحرارة تقريبا ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء. أحوال جوية غير مستقرة على موعد على المملكة على موعد معها اعتبارا من يوم الخميس بمشيئة الله تعالى، تتمثل بازدياد فرص هطول أمطار رعدية في أجزاء عدة من المملكة مع انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع أن تهطل أمطار رعدية في مناطق مختلفة من المملكة، سواء الشمال الوسط الجنوب حتى مدينة العقبة، وأيضا حتى المناطق الشرقية من المملكة التي ربما تكون هي الأكثر حظا من ناحية غزارة الأمطار، المناطق الجنوبية والشرقية، كون الطابع الحالة يأتي ضمن تأثيرات أحوال جوية غير مستقرة وليس منخفض جوي بشكل طبيعي بشكل عام. وتبقى فرص الأمطار قائمة أيضا يوم الجمعة على شكل زخات رعدية في الأنحاء الغربية والجنوبية من المملكة، مع نشاط في سرعة الرياح ودرجات حارة حول معدلاتها المعتادة. هذا كان كل لدينا بشأن توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. الحالة الجوية لنهاية هذا الأسبوع تحظى وتستحق الاهتمام بسبب طبيعتها غير المستقرة المتوقع أن تتأثر بها المملكة، ويتوقع ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تشمل هذه الأمطار مناطق واسعة في المملكة، كون هذه الحالة حسب آخر الخرائط تشير أنها ستشمل مناطق صحراوية من جنوب وشرق المملكة، والتي لم يهطل المطر منذ فترة طويلة في تلك المناطق. دائما هناك المزيد من التفاصيل معكم أولا بأول عبر منصات طقس العرب المختلفة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.